الدوام يبدي مال المدارس الطلاب ما حد يروح اذا تمطر ينتظر اسبوع بسبب المايات بالشارع وقاعد زلقت ايدي ورجلي وقاعد كسرت ايدي. لا مي لا تبليط، نجي للسوق لازم يوميا احنا هاي العبايه نبدلها والله العظيم نروح تهدمنا يوميا. ها بالله الكريم حرروا العالم منك وحررونا احنا. هسه انا عبرت الشارع قلت لهم خلف الله على الولد وجزاهم الله الخير جماعه الحشد، مثل ما حرروا ذيش المناطق جو حررونا وخلونا عبرنا الشارع. اولا خلف الله عليكم وانتم ما مقصرين، اولا لازمين الجبهات وانتم يعني ماكو يعني بيش ما ادري ها، وثانيا انتم هل يعني على همنا اجيتوا، على همنا اجيتوا. حرق ذاك اليوم هاي المطره الاخيره احنا فضنا، يعني لو ما هم يفتحون المي من هناك من يم قرية البعامر يفتحون المشروع هذا وتمشي المياه هاي مال الأمطار ولا الحسينية غرقانة. وجدنا جهود مبذولة من قبل الحشد الشعبي ومتفضلين بإقامة إقامة وإزالة كل السدود اللي عقد المي التابع إلى مدينة الحسينية، وتم تصريفها إلى مصدر إلى القناة والمصب في نهر دجلة، وجهودهم مشكورة جدا على هذا التعامل والأخلاق اللي يحملوها والجهود المبذولة من قبلهم.